عليكم ورحمة الله وبركاته. الطالب عريو عبد الهادي، طالب جزائري جامعي كلية باجي مختار عنابة، 1 نوفمبر 1954. مثل لنا تاريخ هذا اليوم المجيد، تضحيات المجاهدين والشهداء في تاريخ الوطن الجزائري. أول نوفمبر يوم عظيم بالنسبة لكافة الجزائريين، فهو يوم اندلاع الثورة التحريرية، يوم مطلع أو بؤرة، البؤرة التي انطلقت منها حرية هذا البلد العظيم. يوم أول نوفمبر يمثل يوم اندلاع الثورة التحريرية، وأنا بصفتي طالب في جامعة باجي مختار عنابة أفتخر بهذا اليوم. أول نوفمبر يمثل اندلاع الثورة التحريرية، وأنا كطالبة جامعية بجامعة باجي مختار بعنابة أفتخر بهذا اليوم، لأنه يوم قدم لنا الحرية. مثلنا يوم اندلاع الثورة، وهو من أقدس كما نقول الأيام، خاطر بفضل النهار هذا نتمتعوا بالحرية التامة دركا وعايشين في أمن الحمد لله، بفضل المجاهدين والشهداء ربي يرحمهم اللي ضحوا بحياتهم وضحوا بكامل واش عندهم بين عيشوا في الاستقلال هذا. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.